هلو everyone, welcome back. ورجعنا تاني يا ولاد مع توقعات مستر وجيه المصري لامتحان الفيزياء صف الاول ثانوي شهر نوفمبر. بعت الافكار الى عليا. سؤال بيقول: يتحرك جسم من السكون في خط مستقيم بعجله منتظمه ايه؟ احسب سرعته المتوسطه بعد زمن تي. طبعا هنا يا شباب بدأ من السكون يبقى السرعه بالصفر، السرعه النهائيه معرفش بكام، بس السرعه المتوسطه برضه معرفش بكام. قال لي هو ماشي بعجله اسمها ايه خلال زمن تي، فانا حتى اعلق ان هو طالما قال لي ماشي بسرعه منتظمه بعجله منتظمه خلال زمن معين، يبقى انا السرعه النهائيه هروح اجيبها واركنها على جنب، يبقى السرعه النهائيه بيساوي سرعه ابتدائيه زائد العجله مضروبه في الزمن. في فاينل يساوي في اي زائد اي تي. طبعا سرعه ابتدائيه بصفر، يبقى هنا السرعه النهائيه بيساوي العجله مضروبه في الزمن ركنتها على جنب. طب السرعه المتوسطه بيساوي ايه؟ مش مجموع السرعه الابتدائيه زائد النهائيه واقسم على الاثنين؟ طب يلا استبدل لي السرعه النهائيه بقيمتها اي تي والسرعه الابتدائيه بصفر. طبعا يبقى انت عندك اي تي على الاثنين، يبقى الاجابه لو كان في اختيارات هتختار نص الاي تي، نص الاي تي. اوكي اوكي ده كان السؤال الاولاني. السؤال الثاني بيقول: في الشكل المقابل يمثل علاقة بين الإزاحة وإيه والزمن. دي هنا إزاحة. طب أقصى إزاحة وصلت لها هي اسمها دي، سميها لي دي خلاص فلتكن، ده من غير أرقام، عشان كده مسميها مستويات عليا لأن ملهاش أرقام. طب هو هنا هو رجع تاني، يبقى الإزاحة هنا بكام؟ بصفر لما عمل زمن تي. طب متى بيبقى زمن تي يا شباب؟ لما يبقى رجع لنقطة البداية. يبقى ده نعتبر ان ده لو كان حتى اتحرك في مسار دائري، فهو عمل دورة كاملة، بدأ من هنا ورجع تاني، تمام؟ يبقى الإزاحة بتاعته بكام؟ بصفر. يبقى عمل زمن دوري، تي كابيتال معناها زمن دوري، ما علينا. فبيقول في أي الاختيارات يكون صحيح؟ لما يسأل على المسافة الكلية والسرعة. إحنا كإجابة هي دال، كإجابة هي إيه؟ دال. طب ليه دال يا مستر؟ هقول لك. أنت طالب إيه هنا؟ طالب لي مسافة كلية صح؟ طالب ايه؟ مسافة كلية. طب مسافة كلية معناها ايه؟ معناها اللي هو من هنا لهنا، تمام؟ اللي هي ماشية كده صح؟ بعد كده المنحنى كمل نزل تاني يبقى رجع تاني، يبقى هو ماشي مسافة دي ذهابا وإيابا. دي يبقى كام دي؟ 2 دي. يبقى هنا المسافة الكلية هي كام دي؟ 2 دي. طب هو طلب سرعة، كلمة سرعة بس معناها سرعة متجهة، مش لازم يقول لي متجهة،